لقائنا المرة دي مع فرح السامرية. السامرية دي تمثل البشرية الممزقة، لأن الست دي يعني كل المآسي فيها، متجوزة 5 مرات قبل كده واللي معاها مش جوزها، وشايفة نفسها حقيرة لأنها كان في نوع من الطبقية، اليهودي أعلى من السامري والراجل أعلى من الست، وهي ست وحشة، فالقصة يعني خربانة خالص. السامرية دي عملت اللي ما عملهوش ناس كتير، تركت جرتها، قفلت على الماضي كله وجريت، وابتدت تعمل حاجة إيجابية، أهم حاجة ممكن تتعمل في حياة الإنسان، بدأت تجيب الناس لربنا. أغلى رسالة في الوجود كله إنك تفرح ربنا بولاده اللي بعيدين عنه. من يجمع معي ومن يفرق، من لا يجمع معي فهو يفرق. مفيش فرح بدون خدمة الناس. عاوز تخدم الآخرين بأي درجة، تبدأ سعادتك الحقيقية، يبدأ فرحك مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ.